العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. فالله عز وجل بيّن لنا الناس أنهم مختلفون، ففريق مؤمن وفريق كافر، والمؤمن له علامات وأمارات، والكافر له كذلك علامات وأمارات. فالكافر يعرف بكفره، والمؤمن يعرف بإيمانه، كما في الآية التي قرأناها آنفا، قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعرف. ويقول الله عز وجل عن المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول. وقال في آية أخرى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يعجبك مظهره، يعجبك المظهر، مظهره ومظهره ينبئ في الظاهر أنه مسلم، أنه مؤمن، يعجبك مظهره، ولكن في المخبأ وفي المخبر الله عز وجل اطلع عليه أنه ليس بمؤمن. ولذلك البشرية أو الإنسان لا يحكم بالظاهر أو لا يحكم بالسريرة، إنما يحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. نحن نحكم بالظاهر، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيت الرجل يأتي المساجد ويواظب على المسجد وعلى الصلاة في المسجد غادي نشهدوا له بالإيمان، لأنه إحنا نحكم بالظاهر. إلا إذا أتى بما يخالف إيمانه أو بما يناقض إيمانه فحينئذ نحكم عليه. ولكن ما دام أنه كيصلي ويحافظ على أركان الإسلام، على فرائض الصلاة، على فرائض الدين، فنحن نحكم له بالظاهر أنه مؤمن. ولكن الله عز وجل لا ينظر إلى المظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله فين كي ينظر؟ الله فين كيشوف؟ كينظر، ينظر القلب. أما العباية جميلة وزينة وجلابة نقية واللحية طويلة والعبادات ظاهرة، هذا حج، هذا قرأ القرآن، هذا كذا، هذا كذا، ولكن الباطن والعياذ بالله فيه الخبث، فيه البغض، فيه الحسد، فيه الكبر. فكم الإنسان يظهر في الظاهر أنه مؤمن ولكن ليس بمؤمن. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان يقاتل في واحد المعركة، كان يقاتل ببسالة وكان يقاتل المشركين، فالصحابة تعجبوا بقتاله، هذا الإنسان اللي كيقاتل هذا القتال فهو مؤمن ومجاهد، طوبى له. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع لهم الثناء، أي سمع كيثنيوا عليه، يثنون عليه، يثنون عليه أنه من المجاهدين وأنه من المؤمنين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، وهذا يقاتل معهم وفي المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه من أهل النار. تعجبوا الصحابة كيف أنه من أهل النار، واحد الصحابي فإذا به يتابعه
يتتبع حركاته وخطواته وتنقلاته بين هذا بين هذه المعركة وبين هذا وبين هذا. فجرح، لما تجرح جرح فمرضاش، فوضع السيف على بطنه ثم طعن نفسه فقتل نفسه انتحر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلان قد قتل نفسه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه كان يقاتل من أجل تفاخر، من أجل أن يقال إنه مقاتل، إنه شجاع، إنه قوي، ما كان يقاتل لله سبحانه وتعالى. ولذلك أولئك الثلاثة اللي خبرنا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بهم توقد النار، بهم تشعل النار، ثلاثة كتشعل بهم النار، توقد بهم جهنم والعياذ بالله، هم حطبوا جهنم. الأول العالم أو القارئ القرآن، عالم أو قارئ القرآن، فيقول الله عز وجل لا أعطيت لك العلم أو أعطيت لك القرآن، أشنو درت به؟ ماذا عملت به؟ قال يا ربي كنت نعلم الناس ونقري الناس وأقول فيك الحق وكذا. يقول الله عز وجل كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، كنت تقرأ أو كنت تعلم ليقال إنك قارئ أو إنك عالم، خذوه إلى جهنم فيسحب على وجهه. الثاني صاحب المال اللي عنده المال، عنده المال، الله عز وجل يقول له أنا متعتك بهذا المال وأعطيت لك المال ورزقتك بهذا المال، ماذا فعلت وماذا عملت به؟ قل يا ربي أنفقته في سبيلك، بنيت المسجد ودرت كذا ودرت الخير وانفقت على اليتامى وعلى الفقراء وعلى المساكين وتصدقت به. فيقول الله عز وجل كذبت، لأن الله مطلع على القلوب. وتقول له الملائكة كذبت، كنت تنفق الأموال من أجل أن يقال إنك جواد، إنك كريم، إنك سخي، خذوه إلى جهنم فيسحب على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله. الثالث واحد الله أعطى له العافية في البدن، صحة في البدن، فيقول الله عز وجل لا أنعمت عليك بنعمة الصحة والعافية في البدن، أشنو درت بهذا البدن؟ قل يا رب قاتلت في سبيلك لأجل إعلاء كلمتك. الله كيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، كنت تقاتل ليقال إنك شجاع، إنك شجاع، خذوه إلى جهنم فيسحب على وجهه إلى جهنم. هذا الثلاثة بهم تسعر جهنم، بهم توقد النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يكن عملهم مخلصا لله عز وجل، فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. ما من عمل لا يخلص فيه الله عز وجل إلا ويكون مردودا على صاحبه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللي يعمل شيء عمل أشرك فيه مع الله عز وجل أحدا تركه وشركه، أي لا يقبل منه هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو يكون موافق للكتاب والسنة، ويكون فيه الإخلاص لله عز وجل. أخلص عملك لله تبارك وتعالى، صليت صلي لله، صمت صم لله، زكيت زكي لله، حجيت حج لله، أنفقت في سبيل الله أنفق لله، قريت القرآن قرأ لله، علمت الناس علم لله، درت شيء خير دير لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما كيقبلش العمل اللي كيكون فيه شرك أو الرياء. الذي يقول أتصدق يقول لك تصدقت كذا وكذا، الله عز وجل يقول لا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا المن تمن واحد فقير الحال ولا كتصدق عليه ولكن تمن عليه، لو كان أنا لو كان ماشي أنا درت لك وفعلت لك وكذا،
هذا العمل مبطل وباطل. ولذا كالذي يتصدق ويفعل الخير ولكن يؤذي به الناس بلسانه، هذا كذلك غير مقبول. إذن الله عز وجل ينظر إلى السريرة وإلى ما تكنه الصدور، ينظر إلى هذا القلب ماذا فيه، أشنو فيه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كان واحد يسمى الأخنس بن شاريق، يسمى الأخنس ابن شاريق ثقفي، كان حلو الكلام جميل المظهر، وكان يدنيه الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلسه، ولكن فيما بعد ظهر على حقيقته فأفسد في الأرض وقتل الحرث والنسل. الله نزل هذه الآية كيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. معنى ألد الخصام أي شديد الخصومة، الألد هو المعوج شديد الخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الرجل عند الله الألد الخصيم، أبغض الرجل عند الله هو اللي عنده الخصومة وشديد الخصومة. إلا تخصم معك لأتفه الأسباب أو لأقل شيء أدنى شيء يعاديك طول حياتك، ما يتصالح معك وما يتكلم معك، هذا يسمى الألد الخصيم، معوج في الخصومة دياله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في علامة المنافق في رواية 4 وفي رواية 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي رواية من كان في خصام كان منافقا خالصا، وإذا خاصم فجار، وإذا خاصم فجار، بمعنى أنه تأتي تصادق وتصاحبه أو يكون معك مزيان حلو اللسان طيب الكلام حسن العشرة، ولكن إذا أخطأت معه أو تخاصمت معه فيجاهر بالسوء والعياذ بالله، فيعاديك ويسبوك ويشتموك ويطعنوك ويقذفوك ويتهموك، هذا من علامات النفاق. المؤمن لا، المؤمن حتى في حال الخصومة فهو يعفو وما كيشدش في قلبه، إلا إذا ظلم وأخذ حقه وهضم حقه. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. واحد أخذ حقك، هضم حقك، سرق مالك، فهذا من حقك، بل من الواجب أن تطالب بحقك وأن تشهر به بين أيدي الناس إلا ما بغاش يعطي لك حقك، هذا لأن الإنسان مظلوم والمظلوم ما يسكتش عن حقه. ولكن إذا كانت مسألة شخصية، سب شتم عداوة بسيطة، فالعفو أحسن، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينفق على رجل يسمى مصطح، مصطح هذا كان من أقربائه، كان ينفق عليه يتصدق عليه. فلما جاءت حادثة الإفك فصار هو من المروجين لها لهذا الحديث في أمنا عائشة أي بنت أبي بكر الصديق، كان من المروجين لها. فبلغ الخبر سيدنا أبو بكر الصديق فأقسم وحلف أنه لن ينفق عليه أبدا، ما ينفقش عليه، كيفاش أنا ندير فيه الخير ويدير فيه الشر. فنزلت الآية من سورة النور ولا ياتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
ولا يتلي، معنى ولا يتلي أي لا يحلف، أولو الفضل منكم، سيدنا أبو بكر الصديق من أولي الفضل. ولذلك هذه الآية صريحة في الرد على شيعة الأنجاس الأرجاس الذين يتهمون سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيدنا اعتق سيدنا، يعني أبا بكر اعتق بلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور. فلما نزلت هذه الآية قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. الصحابة كانوا وقافين عند كتاب الله وعند أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حياتهم كلها كانت سمعنا وأطعنا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولذلك ترضى الله عنهم. إذن الله عز وجل يطلع على القلوب، ولذلك اطلع على قلوب العرب اختار منهم الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، إذا شهد الله لك فأنت من أهل السعادة، وإذا شهد الله عليك فأنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، شهد الله لنفسه سبحانه وتعالى، شهد الله ويشهد الله أن هؤلاء من أهل الخير، يشهد الله للرسل بأنهم من أولي العزم الخمسة، ويشهد الله للرسل أنهم بلغوا، ويشهد الله للصحابة أنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شهد الله لهم بأنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شهد الله له، من شهد الله عليه أنه فعل وفعل، فهذا من أهل الشقاوة. إذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا إنك لرسول الله، يعلموا إنك لرسول الله، اشهدوا إن المنافقين لكاذبون، يدعون أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم يعترفون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لهم أنا أعلم أنكم كاذبون، كتكذبوا، والله شهدوا إنهم لكاذبون. ومن شهد الله أنه من الكاذبين فيا شقاوته في الدنيا وفي الآخرة. ويشهد الله على ما في قلبه، وهنا نعالج هذه المضغة، فين هي المضغة، على اليمين ولا على اليسار؟ على اليسار، هنا القلب، نعالج هذه المضغة، المضغة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، شنو هي؟ ألا وهي القلب، هذه المضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب بمثابة الملك، والجوارح جنوده، فالجنود تأتمر بأمر من؟ بأمر الملك. الجنود تأتمر تخدم بمن؟ بأمر من؟ بأمر الملك. والقلب مالك، العينان جنديان، الأذنان جنديان،
اليدان جنديان، الرجلان جنديان، اللسان جند. فهذه الجوارح تأتمر بأمر القلب، والقلب إما أن يكون طيبا وإما أن يكون خبيثا. لقمان عليه السلام قيل يروى أن داود عليه السلام أمره بأن يذبح شاة، أو قيل سيد لقمان أن يذبح شاة، ذبح الشاة، لما ذبحها وسلخها قال ائتني بأطيب ما فيها، فجاء بالقلب فقال ائتني بأخبث بما فيها، فجاء بذلك القلب، قال أطيب ما فيها القلب وأخبث ما فيها القلب، قال لا أطيب ما طاب من طيبوبة القلب ولا أخبث من خبث القلب. إذا طاب القلب كان طيبا، كل الجوارح تكون طيبة، وإذا خبث القلب كل الجوارح تكون خبيثة والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل لما يتحدث عن هذا القلب في القرآن الكريم يتحدث عنه بصفات كثيرة. المرض أين يكمن؟ يكمن في القلب. العافية أين تكمن؟ تكمن في القلب. الله عز وجل قال في سورة البقرة عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالزيغ والانحراف فين يكون؟ في القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. القسوة فين كتكون؟ تكون في القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قل الله عز وجل عن اليهود ثم قست قلوبكم، فيهاش الرحمة فيهاش العطف. كذلك الليونة والطيبوبة فين كتكون؟ تكون في القلب. قلب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن الطيبوبة والليونة في القلب. والله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان طيب القلب، لين صلى الله عليه وسلم، كان لين رحيما في قلبه رحمة صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن القلوب تميل إلى من يكون لين، لمن يحسن إليها. القلوب جوبلت على من أحسن إليها. إذا كان الواحد يدير الخير في شي واحد يحسن إليه القلوب تميل إليه، قلوب تميل إليه. ولذلك الحب والبغض فين كيكون؟ يكون في القلب. الإيمان نفسه من كيبدأ لنحكم هذا الإنسان أنه مؤمن؟ نحكم له بالشهادة. واحد كافر، كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا مسلم ولا مش مسلم؟ اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مسلم، نطق بالشهادة. لكن إذا بقاش يصلي قال لا إله إلا محمد رسول الله غير نفاق، ولكن القلب دياله غير مصدق بما يقوله أو بما نطق به، هذا منافق، هذا يسمى منافق. الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. التصديق بالقلب، نصدق بالقلب بمعنى الله هو اللي نزل القرآن، هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، نصدق بالقلب. وكين الآخرة وكين الحساب وكين نؤمن بما أنزل الله. والنطق باللسان هي الشهادة، والعمل بالجوارح نصلي ونصوم ونزكي
ونحاج ونعمل كل الأوامر وننتهي عن كل النواهي. الإيمان كذلك يزيد وينقص فين؟ في القلب. الإيمان يزيد وينقص فين؟ في القلب. كذلك الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي فين كتتراكم؟ كتتراكم على القلب. نكتة نكتة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسود القلب والعياذ بالله. الله قال كلا مران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي قراءة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران والطبع والختم لا يتطعر ولا يعي ولا ينتبه ولا يتذكر. طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفهمون، لا يتعظون، لأن الله طبع على قلوبهم والعياذ بالله. وهذا القلب سمي بهذا الاسم لتقلبه، لأنه كيتقلب. مرة يكون مؤمن والعياذ بالله، مرة يكون كذا، مرة يزيد الإيمان، مرة ينقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي الله، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. لأن الله كيحول القلوب، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشر. فقلوب عباد الرحمن بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب عباد الرحمن، كم من إنسان فيعتقد إنسان أنه لا يؤمن، ولكن بين عشية وضحاها فإذا به يؤمن، يصبح مؤمن، يصبح ملتزم، يصبح يخاف الله عز وجل، يصبح من المصلين، من العابدين، من الخاشعين. علاش؟ لأن الله مقلب القلوب. شحال من واحد تراه في المسجد ولكن بين عشية وضحاها تراه في مكان آخر والعياذ بالله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخبرنا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين النار، بين الجنة إلا ذراع، فيسبق على الكتاب يكون من أهل النار. والرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيصير من الجنة. هو شوف الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، أبقى له يدخل الجنة غير واحد الذراع، غير واحد الذراع. فإذا به يعمل عمل أهل النار والعياذ بالله، ويسبق فيما سبق في الكتاب، فين سبق؟ أنه كان تسجل في بطن أمه أنه شقي، فيعمل بعمل النار فيسميه النار. واحد يعمل بعمل النار، الناس كتتكلم فيه تحدث عنه بسوء، فلان قبيح، فلان ماشي مزيان، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فالله عز وجل مطلع على القلوب، وسبق في علم الله وفي الكتاب أنه من أهل الجنة، فيعمل بعمله الجنة ويصير من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة. وأنا قلت مرة في أحد دروسي، واحد الشخص كان يتكلم عليه الناس بسوء، والله العظيم حضرت له يتكلموا عليه الناس صغير وكبير يتكلموا عليه بالشر، ما عمرو لقيت شي واحد يتكلم فيه بالخير. عشت معه واحد المده، غير اللي يتكلم يقول هذاك قبيح ويدير يفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لكن كيصلي ويقرا القران ومع ذلك يتكلموا عليه الناس بالشر والعياذ بالله، شيء افعال يقوم بها. فمريض، فزرته عدته ليلا كأنه حضرته الوفاة في الاحتضار، مشيت لقيته ممدد على السرير مع الناس، سلمت عليه قال لي الله يجازيك بخير، نقرأ وأنا وياك سورة الملك.
تبارك. قرينا أنا ويا سورة الملك تبارك، أنا قرأ ويتبعني، قريت عليه سورة الملك ويتبعني حتى ختمناها. بقيت نتكلم معاه ويتكلم في الدين، نتكلم معاه ويتكلم في الدين، فإذا به يتشهد، يتشهد يشهد، ففاضت روحه وهو يتشهد. من أهل الجنة، إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله عز وجل يثبت الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين. المنافق الكافر يختم الله على فيه، المنافق يختم الله على فيه أبدا، ما غاديش ينطق بهذه الشهادة، هو ينطق بالشهادة. فقلت سبحان الله، الله مطلع على القلوب مهما تحدث عنك الناس، والعكس قد يتحدث عنك بالخير، فلان مزيان، فلان من أهل الخير، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، ولكن هو من أهل جهنم والعياذ بالله، هو من أهل النار. علاش؟ لأن الله مطلع على القلوب. شنو فيه؟ أشنو فيه؟ واحد الحديث يخيفني كثيرا لما كنقراه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا عن رجل تخرج أقتابه، أمعاؤه، المصارن ديالو كيخرجوا، ويدور حول المصارن ديالو، يدور بهم كالحمار يدور حول الرحى، بحال الحمار اللي كيدور حول الرحى اللي كيطحن الزيتون. الناس كتلموا عليه، يجتمعون حوله، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ تقول بلى، كنت نأمركم بالمعروف ولكن من لا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا عقوبته العياذ بالله، ماذا؟ أنه يكون كالحمار يدور حول الرحم، صلى الله السلامة، صلى الله الستر في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله مطلع على القلوب. ولكن إذا كان الإخلاص، ولو كان يكون عندك النقص، إذا كان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الله يسترك، الله يغفر لك. إذا كان الإخلاص، أخلص عملك حتى في آخر حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله بالقلب. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كيف تحسن الظن بالله؟ مهما كانت ذنوبك، أنت كتصلي ولكن عندك ذنوب وعندك معاصي، فلما تحضر لك الوفاة قول يا رب أنت كريم غادي تكرمني، أنت رحيم غادي ترحمني، أنت العفو غادي تعفو عليا، أنت الغفور غادي تغفر لي، أنت الستير غادي تسترني، أنت تملك الدنيا والآخرة، بيدك الجنة، أنت غادي تدخل الجنة، طاعتي لك لا تزيد لك شيئا، ومعصيتي لك لا تنقص لك شيئا، فارحمني. لما يكون عندك الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما تخافش، ما تخافش. انظروا إلى الرجل اللي خبرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الرجل لم يعمل خيرا قط، ما عمره عمل الخير قط في حياته، قال لأولاده إذا مت فأحرقوني وذروا الرماد في البر والبحر، يعني لما نموت قال لهم حرقوني، ذاك الرماد ديالي جمعوه وشتوه فرقوه في البحر والبر والأرض. ففعلوا به، فعلوا لأن وصية عندهم، فالله عز وجل قال للبحر جمع اللي عندك، قال للبر جمع اللي عندك، وقال كن وارجع كما كنت، فرجع هذا الإنسان كما كان. الله عز وجل قال له علاش؟ من الدافع؟ من الذي دفعك على هذا الفعل؟ علاش فعلت هذا؟ قال يا رب خشيتك، أنا خفتك،
عندي الذنوب كثيرة والمعاصي كثيرة، ما عمرو درت خير، راني خفت منك، خفت تعاقبني وتعذبني ونتلقى معك. قال الله عز وجل: فلقد غفرت لك. غفر الله له. علاش؟ أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. خاف من الله، الخوف من الله والإحسان كذلك حسن الظن بالله، خوفه والخشية منه. ولذلك الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء جناحان بهما كيطير الإنسان للجنة، بين الخوف والرجاء. شنو الخوف؟ تخاف من الله، ولكن هذا الخوف لا يؤدي بك إلى القنوط واليأس. كل واحد اللي كيخاف بزاف كثير ويدخل له الشيطان لعنه الله من هذا الباب، ما عمره يغفر لك الله هذه الذنوب اللي درتها، ها المعاصي اللي درتها. واحد التزم، عرفته وجاء عندي عدة مرات، التزم كبير حتى الاخر الحياة، التزم وتاب الله عز وجل توبة نصوحة، ولكن مرض بالقلق والوسواس، ما بقاش ينعس. مشيت عنده دكتور الرقية وتكلمت معاه: مالك؟ قال لي: كنفكر الذنوب والمعاصي اللي كنت نرتكبها في الصغار ديالي وفي الشباب ديالي. قلت له: هذا من الشيطان. ألم تقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا تعيش بين الخوف، تخاف من الله عز وجل، ولكن الخوف ما يؤديش بك إلى القنط، تقنط، تخاف بزاف حتى وقع لك الوسواس والقلق في الحياة ديالك. وكذلك عيش بواحد الجناح نتاع الرجاء. الإنسان يكون بحال الطائر، عنده الجناح هذا الخوف وعنده هذا الجناح الرجاء. الرجاء ما هو الرجاء؟ ترجو رحمة الله، ترجو رحمة الله عز وجل، يعني يدعي الله عز وجل ويرجو رحمة الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. إذن نعود الآية، الله عز وجل يقول: ومن الناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا شبيه بالإنسان اللي كيكون في المظهر في حياتنا، أو واحد عنده مزيان كتلقى معه في الجامع مزيان، ولكن تسلف له ولا دير معه تجارة ولا تسافر معه يظهر على الحقيقة، كتقول سبحان الله عجبا عجبا هذا الإنسان، كيفاش لهذا الإنسان؟ كنت أعرفه في الصفة فإذا به يتغير ويتبدل. فالله مطلع على القلوب، لأن ذاك المظهر كان عنده مظهر من أجل الوصول إلى الهدف، من أجل كسب ثقة الناس. ذاك الشيء ماشي نابع من القلب. الإيمان خص يكون نابع من القلب، الصلاح خص يكون نابع من القلب، الخوف من الله خص يكون نابع من القلب. كذلك الإنسان مش حاب واحد يمشي يخطب شي وحدة يظهر أنه يصلي وكذا ما شاء الله، من جاءكم من ترضونه في دينه وخلقه فزوجه، مظهر. ولكن لما يتزوج الإنسان الزوجة تشتكي أنه سيء العشرة، أعوذ بالله منه بالمعاشرة دياله. علاش؟ لأنه كان يخفي شيء لم يطلع عليه إلا الله. ومن الناس يعجبك يقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى رجع. تولى سعى في الأرض كما وقع لهذا الرجل الأخنس بن شاريق، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المخرج من المدينة فات على واحد القبيلة فإذا به يقتل الحرث والنسل ويفسد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في كثير من الأحيان ماشي غير مع المسلمين ولا مع المؤمنين يظهر لك في المظهر، لا، قد يكون يظهر لنا مش حام واحد كان منباهر بالغرب، منباهر بالغرب يعني يرحموا القوانين وكذا، ولكن لما كيحتلوا شي بلد ولا يدخلوا شي بلد
يسفكون ويفسدون ويقتلون ويشردون. لما يتقتل واحد منهم يقتل منهم كما يقول الشاعر: جريمة لا تغتفر. ولما يتقتل مسلم يقول: لا إله إلا الله مسألة فيها نظر، كما يقول إلا تقتل شي مسلم مسألة فيها نظر، الشعب بأكمله يقتل مسألة فيها نظر. ولكن تقتل واحد ذيب تقوم الدنيا ولا تقعد، لأنه تقتل ذيب. أما الإنسان ذو كرامة ألا. الله عز وجل يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم اصلح حالنا وفقنا في دينك وبصرنا بعيوبنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده شيء سؤال